الخوم برحمة المختار أحباب رسول الله خذوني وإياكم أحب لبيت الله وزور النبي معكم أحباب رسول خذوني وإياكم أحب لبيت الله
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من ضرار الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيئي في مشكورا وفعلي في محمودا وأن يكتب عامي في العمل المقبولة والتوجه في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتدعو ظافرة وعلى باب عزته تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. وتوجه إليك بأشرف الوسائد لديك سيدنا سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل الراية لدعوتك الشاملة ألا بالأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل مواطن من مواطن القرون المزهر قاسم دادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضر اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك وجاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسن وقاياتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آماننا وتتقبل منا ما تحرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتياعه من السالكين ولحقك وحقي من المؤدين ولعيك من الحافظين. اللهم إنا لنعوف أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وزنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك المستشفين أو تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء باللسان والسائل بمسأل والمؤمل بما أمل وأن تجعل ممن أصر هذا الحبيب وواظره وواله وظهره وعم بركته وشرف جهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وادم راية الدين القومي في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة ومعنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر المذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وبسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعادين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحزن المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Dene mukmin anut syariat kang dihilesane alus ganti kapindo mulia akan ing waktu ini alamat bocah cilik-cilik uko merasa dulur uko kawe baje uko pintanu ase bocah cilik-cilik uko merasa dulur kawe baje uko pimpapat kamal ato pikir mone dadi tanggung jawab cilik-cilik uko merasa dulu uko kawe baje kaping telu ase bocah cilik-cilik uko merasa dulu kawe baje
Iku saking ulama awe pito to alamate. Ikan dadi jojo. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijaga Raden Syahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Sadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi ashani wa tarani ya fatiyadi radal alami ya muhilal jodi wal karami wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi ashani wa tarani ya fatiyadi radal alami Sunan Kudus Ja'far Sadiq, Sunan
وأجمل منك لم ترى قط عين وأطيب منك لم تلد النساء غنيت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء جهنم Allah, keringatnya mengharumkan Madinah.
cintanya membuat gelisah hati pecintanya, membuat gelisah hati pecintanya. Wa kullul kauni anara li nuri Taha. Oh.
محمد وعلى آل سيدنا محمد. رسول الله رسول الله لا يرضيك هذا الحال للعرب ولا يرضيك ما يبدو من الإعلام في الغرب ولكن حاس هنا يرضيك عوضتنا إلى الدرب بعوضتنا إلى الإسلام تعال راية راية الحب من الأزمات يامرني شعور أن لي سبب فلو أني إلى الإسلام حقا كنت أنتسب لما ظنت محمدنا رسول صوى الكذب ونعمت محافلنا داعى وفوى الأدب أضرا رسول الله أضرا حبيب حبيب الله يا رسول الله يا نبي لك شفاعة أنت المرتجى
الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاح ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع وهبته
دربي وهبته قلبي أغرضته دوما بالشوق والحب درب الهدى دنيا تكون في صدري درب الهدى دنيا تكون في صدري
اللهم صل على سيدنا محمد. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Kami beritahukan kepada adik-adik sekalian agar kiranya untuk tenang, sebentar lagi acara kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمدين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Husain bin Ahmad Al-Hamid, yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Hasanuddin SAG selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Bapak Sampurna, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Panitia Bapak Mujono, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, kita cintai tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta aparatur desa sepunggur, hadirin wal hadirat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kami akan membacakan susunan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertepatan tanggal 29 September 2024 1446 Hijriah. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat ceramah agama, acara yang kelima doa, dan yang terakhir penutup. Baiklah, untuk membuka acara ini marilah kita bersama-sama membuka dengan membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Saudara Muhammad Khairun Nur. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.
Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh Muhammad.